اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية، احملها بعيني شط اسكندرية. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية وليالي رضية، احملها بعيني شط اسكندرية. البحر ورياحه والفلك الغريب، يحملها جراحه ويرحل في المغيب. البحر ورياحه والفلك الغريب. انا من اسره يعني جيلين تقريبا كانوا سبقوا ميلادي نزحوا الاسكندريه. المكان ده جاي عامل نوع من الجسر ما بين المدينه والريف، جاي بتقاليد الريف باعتياداته باعتقاداته، دخلوا لهذا العالم الغريب. وايه في مرحلة ما بين الألفة والغموض، يعني في نفس الغموض جاي من كثرة الناس أو يعني إن جايين من كذا مكان، جايين من على بال التآلف طبعا كان لسه ما خدش وقته. زائد المدينة بشكلها غير القرية عندهم، يعني انا طبعا اتولدت في المدينه فخدت الموضوع كما هو. يعني اسكندريه اللي انا بفهمها دلوقتي، يعني بحاول اقرا الوضع دلوقتي وفق الوعي دلوقتي. اسكندريه اللي هي مدينه شريطيه عامله زي السلم الموسيقي، بتتدرج فيها مستويات من الثقافة وانتماءات عرقية مختلفة وجنسيات مختلفة، بتبدأ من البحر وصولا لبحيرة مريوط. في الوسط بتلاقي حاجة أشبه بألوان الطيف الاجتماعية والثقافية، وجود جاليات أجنبية، ووجود طبقة بتحاول تستقي من هذه الثقافة الواردة وتقلدها. برغم التباين لكن حصل نوع من التجانس متمثل، يعني أول حاجة بتشوفها في المدينة أعتقد هي العمارة، يعني شوارع المدينة. كان بيشتغل في شارع الخديوي خراط، قال له خالي ما تزعلش
انا هوديها عند واحد طلياني يعني قصه. قال له يا ابني زي بعض، انا مش عاجبني وقعد محمد كده. فجيت عند القصه اقول له 44 انا كنت هنا، يعني طلعت من المدرسه على ابن العرب، قعدت عنده شهرين بس علمني كله، قطاعي دقب المرزاب احمي على النار، يعني بقول لك قصه، طلع من المدرسه غشيم. فجيت عند القصه اقول له هنا ألدو ألدو جنوتي جيانوتي. ف المعلم بقى قال لي محمد انت ما فيش فاميليا؟ قلت له في فاميليا يا اسطى، في ابويا وفي امي، في هو بيحسبني ان انا صايع بقى من الشارع. قال انا عايز اشوف باباه بكره. قلت له ماشي نجيب لك باباه. ابويا كان بيعرف بقى ايه طلياني زي ما كان شغال مع الجماعه الاجانب. ف اول ما دخل انا معاه طبعا، قال له بونجورنو مصر ومش كلموا بعض بالطلياني. هو المعلم بتاعه اتبسط قوي، قال له لا انا محمد انا فكري من الشارع. قال له لا ده في فاميليا كويسه. طب يا محمد انت كنت بتاخد كام في الورشه الثانيه؟ ابويا كان حذق. قال له كنت باخد جنيه. انا كنت باخد 15 صاغ في الاسبوع 7 ايام، يعني كنت يوم الحد ده انزل يقبضني ال 15 صاغ ويديني 2 مليم نقول عليها 15 اسكندريه، وفي مصر كان نقول عليها نكله. فكنت بتمسك كام يا محمد؟ قلت له كنت بمسك 1 جنيه. قال لي لا يا شيخ انت بكاش. قلت له لا مظبوط انا كمان عاوز زياده. قال لي لا انا هندي لك 1 جنيه بس علشان نشوف اذا كنت انت كويس نزودك. قلت له ماشي. 7 اخش هنا عند الطلياني الورشه جاية سنه 44 اخش الساعه 7 ساعه غدا من 12 لواحدة، اروح الساعه 5 ويوم السبت نص يوم واخد جنيه من ابن العرب. كان بيديني 15 صاغ، هو نعم كان قسط معلم، كان بيديني 15 صاغ بس. طلعت من عند من الورشه بتاعت المعلم ابراهيم الفقير ده صنايعي. العائله جت مصر في 1860 وقت ما الاتراك ابتدوا يضطهدوا المسيحيين في الشام ولبنان، وحصل مجزره حوالي 20,000 مسيحي ماتوا. والامير عبد القادر وقتها حمى المسيحيين في القصر بتاعه في دمشق، ومن ضمن الناس اللي قدروا يهربوا من المجزره ديت عائلة بولاد. فقدرنا نهرب، وبعد ما انتهت الحكاية اتنقلنا إلى اسكندرية. إلى اسكندرية يعني جدي سليم بولاد والده بابا ساب دمشق راح في تونس، ما لقاش شغل، اتنقل من تونس إلى اسكندرية واستقر في باكوس. حتى لما كنت صغير عرفت المكان اللي اتولد فيه بابا جنب محطة باكوس، كان في بيت زمان هناك. والدي كان بيقول لي أنا اتولدت هناك. وجدي سليم ما كانش بيتكلم لغة أجنبية، كان بيتكلم عربي. بابا اتربى في مدرسة الفرير في باكوس فتعلم الفرنساوي وأصبحت لغته الأولى. اسكندرية سنة 56 طالبا في كلية هندسة اسكندرية. كانت بالنسبة لإسكندرية نقلة كبرى. أنا جاي من مدينة صيادين صغيرة اسمها المطرية دقهلية، جيت لمدينة الصيادين الكبرى آنذاك اللي هي الإسكندرية. إسكندرية في الوقت ده مجتمع مختلط الأجناس، أحياء بكاملها مليئة بالأجانب، طليان أو جريج وجنسيات أخرى عديدة، شوام متفرنسين إلى آخره. يعني كان واقع اقتصادي غني وواقع ثقافي وأدبي شديد الغنى والثراء. كان في حركة تشكيلية كبيرة جدا في اسكندرية آنذاك، كان في حركة صحفية
كبيرة كانت هناك صحف تصدر للأجانب في الإسكندرية سواء بلغتهم أو بالفرنسية آنذاك. كان في مجتمعات أدبية عديدة من أهمها بالنسبة لي كمصري مكتبة البلدية. مكتبة البلدية آنذاك كان بتعمل دراسات أو دروس وجلسات استماع أسبوعية للموسيقى الكلاسيك. كان بيعملها أستاذ بهندسة الطيران اسمه الدكتور أسامة الخولي، أخو السيدة سامحة الخولي وابن عمنا العظيم أمين الخولي. كان في كلية الآداب بتقوم بنشاط ثقافي هام جدا آنذاك. خلال هذا النشاط الثقافي برز وأتى إلى الحياة الأدبية كتير من الشعراء اللي صيتهم زاع بعد كده في اسكندرية. كان من أهمهم بالنسبة لي عم عبد العليم الأبداني الله يرحمه، قدم لأول مرة وكان عاملا بسيطا آنذاك وبعدين ألحق بالعمل في أداب اسكندرية أظن، قدم ومنذ تقديمه وهو شاعر كبير وعملاق. قدمت هذه الندوات للحياة الأدبية الشاعر الراحل عبد المنعم الأنصاري، الشاعر محمود العتريس، الكمشوشي كان يلقي في هذه الندوات، حامد الأطمس، العديد من الشعراء والكتاب تعرفت عليهم في اسكندرية في هذا الوقت وأنا ما زلت يعني سن 16-17 سنة، ودول بالنسبة لي رواد كبار بتعلم منهم. ايه سبب اهتمامك الخاص باسكندريه؟ هو عارف الحاجه بتبتدي اصلا بانك انت نفسك اسكندراني، وبتبتدي بانك بتشعر بالاختلاف بتاع المدينه دي والتميز بتاعها. وبعدين من خلال ده هو بتبتدي انت عايز تنقب، تعمل عمليه تنقيب عن ايه اللي ورا المباني دي، ايه ورا النصوص دي هي، وبتبقى عايز انك انت تستقصي الحقائق اللي وراها. وفي الوقت نفسه ممكن انك انت تبقى شاعر، خاصة الجيل بتاعنا اللي هو جيل الستينات سبعينات، بتبقى شاعر انها المدينة زي ايه تختفي باقصى سرعة. فبيبقى عندك احساس برضو بالذنب انك انت مش بتوثق اللي كان موجود، اللي هو اللي انت نفسك لحقته شفته وبين يوم وليلة بيروح من غير ما حد يلحق يقول ده ايه. وبرضو بتبقى عايز انك تخلق همزة وصل ما بين اللي بيتكتب مثلا بلغات أجنبية وبين اللي بيتكتب بالعربي، تقدم ده لده وده لده. فالاتنين دول يعني في غير على المكان، في غير على المكان بالتأكيد، في إحساس إنك أنت عايز تحاول تدافع عنه، أو تشوف كمان في الوقت نفسه حتى لو الهدم والتدمير ده هيستمر فتحاول غير انك انت تدرس اللي كان موجود، كمان تحاول تشوف ايه اللي هيجي مكانه ومبني على اني نظرة وايه رؤية اسكندرية اللي هي بتتكون وهل فعلا في رؤية اصلا. وفي الوقت نفسه اللي بيتهد ده اللي احنا دايما بنبقى زعلانين عليه، هل احنا بنبجله زيادة عن اللزوم؟ فتدرس فكرة النوستالجيا دي معناها ايه، وهل هي فيها انتقاء اللي انت عايزه، ولما بتنتقي عناصر معينة ليه دي بالتحديد وبتشكل منها ايه وبتدعم ايه من خلالها يعني. لانه في نوستالجيا عامة بس كل واحد له نوستالجيا مختلفة. أساسي بينها وبين الكثير من المدن الأخرى المصرية والقاهرة بالذات، إن إسكندرية شباك على الطبيعة. يعني في بحر محوط إسكندرية، حيثما توجهت ستجد البحر أمامك، بيفتح لك
آفاق للتأمل وآفاق للمعرفة وآفاق للحلم. أعتقد أن ده زاد أساسي لمن يود أن يبدع رسما أو كتشكيل أو كشعر أو كأدب بشكل عام. فإسكندرية مدينة في قلب الطبيعة، مش معزولة قوي عن الطبيعة، ما تحولتش لكتل خرسانية مصمتة مقفولة على نفسها. لا، زادت الكتلة الخرسانية في المدينة، لكن ما زالت هذه الكتلة الخرسانية محوطة بطبيعة متمثلة في البحر، بيحتضن وبيلهم وبيلهم أيضا. هو بداية ونهاية الحاجة، يعني ما تقدرش تقول إنه هو بداية نهاية للتفاصيل. أنت عايز توصل للكائن المطلق ده، البحر بيتحول في لحظة إلى هذا الكائن المطلق اللي أنت بتسعى له خلوصا من كل التفاصيل دي، ها، علشان توصل لنوع من الصفاء الخاص، ومن خلاله بتعيد إنتاج اللي عندك. كائن عنده القدرة الكيميائية إنه يدوب ما تحمله، ها، ويعيد إنتاجه بشكل تاني. فله دور رئيسي وفاعل. ما وراء البحر جاي من البحر نفسه، يعني اللي هو يعني اللي سميناه التجلي الصوفي ده، يعني إنما هو بداية الحاجة أو نهاية وبداية، دايما دوره بيتبادل عندي بين الحالتين. يوسف شاهين يعني في بحثه عن ما هو في الجانب الآخر، لا أنا ما هو في جانبي أنا، يعني أنت بتروح له علشان ترتد لنفسك وتكتشفها بشكل أعمق. إنما مش بحث عن الجانب الآخر. الجانب الآخر إحنا بنتعامل معه بناءنا العقلي، يعني من أول ما الواحد اكتشف القراية، جزء كبير من تكوينه العقلي هو اللي تعلمناه من الغرب. خدنا أشياء واستبعدنا أشياء، لكن موجود يعني. لكن أنا بتكلم على البحر في ذاته، مش هو وسيلة الكوبري اللي بيوصل لحتة تانية، لا، هو هذا الكائن الوجودي اللي بتتصل بيه وبيعيد وعيك بطريقة ما. حرف بتكتبه على اسكندرية بيبقى عبء ضخم، كأنك بتسرقه من حمل رهيب قاعد فوقيك، تراكم ضخم من كتب ومن أسطورة بتسكتك. هتقول ايه؟ هتضيف ايه؟ ايه اللي انت هتجيبه يعني؟ ده اكيد. انما اظن ان وضع اسكندرية مختلف برضو، لان المدن التانية، روما مثلا، تتطور بس ما بتتطورش بالشكل اللي هو فيه تدمير بالشكل ده. مدن تانية كتير عرفت انها تخلق توازن ما بين التحديث وما بين انها تحتفظ بتراثها. اسكندرية جزء من الموضوع انه في تراث انت مش شايفه، في مباني كتيرة راحت، الفنار راح، المكتبة راحت، ففي تراث متخيل، وفي بواقي تراث معين، مثلا كوزموبوليتاني بتاع القرن العشرين، القرن 19 والقرن العشرين، وفي أجزاء من الآثار بتتلاقى وبتختفي في ساعتها، تقريبا في ساعتها، زي النكروبوليس. وفي إنه السمة اللي هي مرتبطة بإسكندرية الأساسية زي الكورنيش، تبص تلاقيها اتغيرت تماما، جري. فالتناقضات عندنا إحنا حادة جدا جدا. لكن دلوقتي داخلين في عصر جديد، لا يمكن نسترجع الماضي، استحالة. الإسكندرية اللي كانت مش هترجع إلا من خلال الروايات بتاعت دورال وغيره. لكن في إسكندرية تانية، ومش ممكن أقول إسكندرية، لازم أقول مصر. مصر ليه؟ لأنه في عنصر مهم جدا حصل. إسكندرية كانت باب مصر للغرب، على إنها كانت الميناء. الاتصال بالغرب كان عن طريق السفن والبواخر والميناء. لما فتحوا المطار مصر أو ابتدت الطيارات تبقى هي الصلة، خلاص إسكندرية بقت قرية. أوقات
بيضحكوا علي بيقولوا انت من قريه صغيره اسمها اسكندريه. للاسف في شيء من الحقيقه. اسكندريه لما فقدت ميزه المينا اتنقلت كل حاجه في مصر. فدلوقتي حركه التغريب والتحديث هي على مستوى مصر ككل. أيوة. ومش بس اسكندريه ومصر، ممكن تقول كمان الصعيد والريف كله دلوقتي خلاص دي حركه شايله مصر. العلاقات التعاقديه التعاضديه اللي موجوده في المجتمع السكندري ما بقتش موجوده في معظم القاهره الجديده. يعني اعتقد ان احنا في القاهره بنعيش دائما علاقات عدوانيه. اللي انا بركب معاه التاكسي عايز يسرقني وانا عايز اسرقه، اللي انا بشتري منه عايز اخد منه احسن حاجه باقل فلوس واسرقه لو امكن، وهو ايضا عايز يديني اوحش حاجه باكتر فلوس ويسرقني لو امكن. العلاقه العدوانيه دي بقت هي الاكثر شيوعا في مجتمع القاهرة اللي بيميل للتوحش المدني يوم بعد يوم. اسكندرية ما زالت العلاقة فيها كثير من التراحم وكثير من الابتسام وكثير من الطيبة المتبادلة بين الناس وبعضيها. شوف عربيتك لما تلاقي حد سادد مكان عربيتك في اسكندرية ولا في القاهرة، هناك ستفضي إلى خناقة، هنا معلش يا حبيبنا معلش يا حجيجة وخلصت الحكاية. فشكل الحياة هنا أكثر إنسانية بكثير مما بلغت به الحال في القاهرة. أخاب مشوار أنا مسميه رحلة الظهيرة، يعني كنت يعني بخلص وظيفتي الظهرية قضية الحكومة وأطلع على البحر يعني أتغدى وامشي لحد القلعة. مفترض ان البحر ازرق يعني. انا ما قصدتش خالص يعني، انما هو تحول الى درجات السخنه دي. لان فعلا بعد فتره من قعادك في الشمس لو غمضت عينيك هتشوف لون احمر. هتشوف النقيض بتاع الازرق موجود، الاورانجيات انا ما قصدتوش يعني. وفعلا مش عارف ايه الدوافع العقلية اللي أدت لده، إنما هو فرض نفسه يعني. وهي تجربة كنت عملت بيها معرض سنة 77 في جوتا. بعد كده حصل بعد شوية عن الأحمر يعني. لا خد مسارات تانية يعني. مسارات تانية في تجارب بتبقى أشبه بالتجارب المكتملة يعني بتبقى فيها وحدة روحية. وبيبقى السطح أبسط. في لحظات بيبقى التساؤل أكبر ومتعدد ومتشعب، فبيعمل نوع من الزخم والتفاوتات في السطح. يمكن المرحلة اللي بعد كده خدت المسار ده يعني. يعني كانت أشبه برحلة مضادة للوعي يعني، او الوعي ضد الوعي يعني. انك بتستكشف جذور وعيك وبتنقده، مش عشان تحتفي بيه انما عشان تنقده اساطيره خرافاته. انا اسكندريه زمان كانت دايما عندي الطرفين، بحري ده شيء والجزء الثاني ابو قير. انا بشوف دايما في ابو قير ماضي اسكندريه بشكل دائم، بأهاوي الصيادين، بالسمك اللي بتاكله على الرملة هناك إلى آخره يعني. مش أبو قير زفريون، أبو قير البلدي، مناطق البحر الميت ومناطق البحر الحميمة الصياد بتاعت الصيادين. دول أكتر مكانين يلخصوا عندي اسكندرية أو روح اسكندرية الدائمة. يعني يجوا خواجات ويمشوا خواجات، تعمر تخرب، لكن يظل روح اسكندرية ساكن من وجهة نظري في المنطقتين دول. طبعا لكل بقعة على البحر مذاق خاص وطعم خاص. أنا فاكر مثلا وإحنا بنعمل مسلسل وقال البحر، كان في عندي نوع من التعليق الكوني كده على لسان البحر. البحر بيقول وبحر الله ما يكذبش، يا بحر قول كلمة الحق الصريح وامشي.
كل مره البحر له تعليق خاص، فكنت بلف انا ومحمد فاضل طول شواطئ اسكندريه من العجمي لابو قير، نختار لكل مقوله من مقولات البحر البحر اللي يناسبها، لان البحر ورا القلعه له طعم، البحر عند السلسله له طعم تاني، البحر في المطل اللي بين سان جوفاني والسرايا له طعم تالت، البحر في العصافره وفي سيدي بشر له شكل اخر، البحر في المنتزه له ايحاء اخر، لكن يظل الإسكندرية وروحها دايما من وجهة نظري ساكنة في المنطقتين اللي أنا بقولك عليهم دول، بحري الأنفوشي وأبو قير. حاجات زي سان ستيفانو كنت بروح، وكنت مع أهلي كطفلة كنت عارفة كويس قوي الجنينة كبيرة في أيام الأجازات أيام يوم الجمعة، هو والبوريفاش شوية فلسطين، بترجع بقى الأماكن دي وتشوف إنك أنت كنت آخر يعني من أواخر الزائرين لحاجة طويلة ممتدة وكده، وصفك لها بيدخله شيء شخصي وحميم يعني بيبقى في حاجة كده نوع من الفضول الأماكن اللي هي بالنسبة لك قريبة قوي وعرفتها من خلال طفولتك إنك تعيد زيارتها من خلال الكتابة، فتشوف نفس المكان من وجهة نظر أشخاص مختلفين تماما في مراحل مختلفة وتشوف إنهم عاشوه بشكل مختلف، فزي كأنك بتعمل مقارنة ما بين سان ستيفانو بتاعك وسان ستيفانو مثلا بتاع نجيب محفوظ لما كان بيروح، أمينة البارودي لما كسبت جائزة الأوتو بيجاما، الأماكن دي. بس في بقى يعني الحاجة الشخصية أكتر بالنسبة لي، إنه لما بتكتب على مكان في لحظة ما هو بيختفي لحظة الإزالة بيبقى ده نوع من الدفاع عن نفسك من إنه بعد كده هوت تبقى مش متأقلم مع المدينة زي ما هي بتعاد خلقها. اتليست يعني أنا أتصور إنه طبعا ما بيكونش فيه تعويض عن اللي راح، إنما لما تعدي في نفس المنطقة بتاعت سان ستيفانو وبعد كده وتشوف العماير اللي هي يمكن مش بالضرورة إنها قد كده من ناحية الجمالية لها معنى، يعني إنه بيكون في نوع من الالتئام الخفيف من إنك تشعر إنه اتليست لحقت كتبت حاجة عن المكان قبل ما يروح، أو قلت كلمة إنه يعني يريد نحتفظ به. ده بيساعدك إنك تتعايش مع واقع مختلف مش بالضرورة إنه هو عجبك أو فاهم إزاي، فبيربط ماضيك بالمستقبل اللي أنت مش ضامن إنك أنت مرتاح له. يعني رحلة القهاوي يعني ما أنا كان بحب أقرأ في القهوة في القهاوي يعني كان دايما شايل كتب، يمكن ما عنديش جلد دلوقتي عن الحكايه دي، لكن ايامها كنت وفي كتب يعني الاقيها مرتبطه بالقهاوي يعني قهوي. فكان الاول قهوه دلوقتي اتحولت لمطعم تيكاوي ما بيشتغلش تقريبا يعني هو بقت كانت الاول اسمها قهوه ماجستيك جنب سينما في رياض في الفتره دي يعني من ادباء وفنانين والتجمع للتجمع يعني من الاصدقاء يعني كان ايامها كنت بنعمل مجله النديم مع مبروك محمد ابراهيم فكان هو واخرين بنلتقي هناك يعني ومجدي علي مهتم بالسينما فكنا بنلتقي ايه ميزة البلياردو يعني ايه ميزة قهوة البلياردو؟ لا قهوة الاتساع الاتساع والمكان اللي لسه فيه ريحة خاصة بيه يعني اسكندرية القديمة اسكندرية للأسف اما قرروا انهم يقفلوها علشان يهدوها وكده
اكتشفت بقى كريستال يعني قهوه كريستال يعني ما كانت لسه يعني ما مش مقسومه اتنين زي دلوقتي يعني كانت واسعه برضو فيها اتساع جميل ومطل على البحر فكان مكان لسه جميل يعني فخدت فتره برضو فيها كنت بنقرا ومكون مكلف بتصميم سينيجرافيا العمل المسرحي كنت برسمه هناك في القهوه كنت برسمه في القهوه يعني كسب الورشه امتى يا محمد؟ والله كان معايا العقد بس انا فاكر مظبوط الورشه خدتها سنه 62 ما عملش حاجه بطاله فيا لحد ما كانت الورشه فبصيت لقيته بقى ايه الوضع بتاعه اتغير هو كان فقير يعني ما كانش يعني من الجماعه اللي هم غناي فقال له محمد انا هنبيع بره انا ليا فلوس في المؤسسه وخدت لمؤاخذه جزء منه ما كملش كان اشتري الورشه كان 300 جنيه زي ما هي كده كلها فقال محمد معلش انا هنبيع بره الراجل عم محمود ده هو اللي قدام مني كان بتاع رخام قال يا محمد انا كنت اختشي منه زي ابويا بالظبط قال يا محمد اللصه بتاعك هيبيع الورشه بره فانا كنت يعني ما كنتش ابدا اقدر اقول تلت كلام معاه فالراجل عم محمود قال لي لا امسك شد شويه فبصيت لقيته جاي الصبح اما عم محمود قال لي ان الخواجه هيبيع بره في الايام دي كان عبد الناصر معلم انا باخد 6 ريال في اليوم اروح اشتغل بربع جنيه في اليوم فقال محمد شد شويه هو جاي المعلم الصبح الساعة 7 بونجورنو محمد ما ردتش عليه. أنا بنكلم بونجورنو. قلت له ما فيش بونجورنو ما فيش لا مؤاخذة في دي الكلمة ما فيش خارة كمان. أنا النهاردة هنا أنت. يا حموتك يا تموتني. قال لي ليه يا حبيبي في إيه؟ قلت له فكر كويس الورشة دي لو هيطلع من إيدي هنشيل رقبتك. عملت له كده. أنا عمري في حياتي ما الراجل اترحش قال لي محمد انت مجنون قلت له من النهارده تكلم اما تيجي تكلم مش تقول يا محمد تكلم يا قصة محمد كانت اسكندريه اجنبيه كتير قوي يعني نسبه الاجانب كبيره واللغه الفرنسيه متداوله في الشوارع وفي المحلات فما كانش في اي احساس ولا بالرفض ولا بالعكس كنا مندمجين جدا لكن في بيئه محدده جدا اللي هي البرجوازيه الاسكندرانيه او الخواجات زي ما كانوا كنا بنقول عليها المتعلمين الطبقه الوسطى اللي بيتكلموا لغه اجنبيه فطبعا الشعب المصري برمته كان بعيد عننا كانوا طبقين الطبقه الشعبيه اللي كانت بتخدم الخواجات والطبقه الغنيه اللي كانت خواجاتيه هي ف يعني في الحاله ديت ما كانش في فصل بين اهل البلد والاجانب لا كان الفصل طبقي الناس أهل البلد اللي هم وصلوا هم دول اللي كانوا مالكين اللغات كانوا خريجين المدارس اللغات وكانوا محتكين بالجالية الأجنبية ديت والشعب كان بيخدم كانوا بيسموه خدامين أو خدمات أو طباخ أو جرسون أو حاجة وزمان كان طبعا الماهيات كانت بسيطة جدا بتذكر واحد بيشتغل عندنا بجنيه ونص في الشهر جنيه ونص في الشهر لما كنا بنديله 2 جنيه يعني كنا كرمة جدا يعني اللص قصده كان سكر ما تفروش من ابن العرب عم محمود كان قاعد قدام مننا هنا مطرح كاوتش ده بيشتغل رخام رخاماتي ساعة الصبح على الزهرة على الحتة البنك اللي قدام مننا ده رسم عم محمود طبق الأصلي فقال له معلم محمود تعالي جه من غير ما يقول له ده مين بص للصورة بالتباشيرة بص للصورة قال له عفريت يا أرضه
ازاي رسمتني؟ قال له انت واقف كده كان شويه كده جبت الصوره بتاعك. قال له برافو عليك يا جنتي. فقعدت مع اللص اخده بقى ناس تيجي عليا وناس تمشي. هو كان يحبني حب يعني. بقول لك هو كان يقول له والله يا باشمهندس انا شفتك قبل ما نشوف ولادي. كان عنده بنت وولد اورلاندو وماري وكوكا مراته. كان يوم الحد فقير طبق صنايعي. كان ياخدني يوم الحد مش هشتغل لا مؤاخذه اسيق واعمل وما اعرفش ايه. كان هو غاوي حمام يقول لي عشان يديني اللوميه يعني ما يشعرنيش ان انا بديها لك لله. كان غاوي حمام كسر العشه دي يا محمد ونعمل له عشه جديد. كسر الحاجه دي ونعمل له جديد. وكان يديني بقى جني يوم جني في اليوم. وكان يديني افطر في بيته افطر واتغدى واتعشى وجني بتاعي وجني للفاميليا عشان تجيب شويه فروطه. الفروطه عندهم يعني ايه برتقان موز عنب الموجود في السوق. كنت اجيب كيسين بربع جنيه كيسين بربع جنيه. يعني مثلا اليونانيين الاجريج كانوا اصحاب مطاعم او بيبيعوا كحوليات في اماكن مختلفه او والارمن كانوا ماسكين محلات جزم بيصلحوا الجزم حتى. فكانوا من الطبقه الشعبيه وكان الاندماج مع الشعب تلقائي طبيعي ما كانش فيه. فمش ممكن اقول انه الخواجات كانوا كلهم من طبقه راقيه. لا كان في طبقه شعبيه بسيطه جدا زي والدي بالظبط. كان يقول لمحمد السجاره ما حطيتهاش في بقي طول عمري. يقول لمحمد كنت ناخد يوم ونص لحد 9 بالليل. يقول لمحمد على البيت على طول لص قلده لا سجارته ولا كافيه كوتشينا نو ولا كوتشينا. اقول له حاضر حاضر وهي حاضر يعني مش هلف واجي القهوه. كان قدام لنا قهوه هنا. كان في قهوه كتير في المنطقه هنا يا محمد. كان في زي 4 ايه تفتكرهم برابره وكانوا اصحابي جدا كان القهوه دي كان في واحد الله يرحمه اسمه محمد عرابي يقول لي اذا كان محمد عرابي دي موجود يعمل الكافيه بتاعي مش موجود مش عاوز يعني يمول له القهوه قهوه فالناس كده وصيام الله يرحمه كان بقى صاحب القهوه يعني كان ناس يعني ليهم روح حلوه. لما هدوا البيت بتاعنا من 3 سنين حسيت بنوع من ال شفته وهو بيتهد؟ شفته وهو بيتهد يعني كان لسه كان اكبر خرابه في اسكندريه البيت بتاعنا. انا قلت دي العنايه الالهيه حبت تحتفظ بالبيت ده حبا بيا مش عارف ليه بقى. وكنت كل ما بمر ببص له يعني على الجنينه الشجره ديت اللي كان في شجره الجوافه والرمان والمشمش ومش والقشطه يعني كل شجره ليها موسم. وكنا بنترقب الموسم بتاعها. وكان يعني وانتمائي مش بس للبيت ده بس للحي وللمدرسه وللبلد. يعني حتى امبارح كنت بزور سان مارك لناس قلت لهم في الحته ديت في الكنيسه كنا سني 16 سنه كنت بعيط يوم من الايام لما ربنا لمسني وقال لي كرس نفسك لربنا. كان بالنسبه لي يعني حاجه قويه جدا. فتذكرت المكان في الكنيسه اللي كنت انا ببكي الصبح الساعه 7:30 تقريبا وقت الصلاه. فكل مكان في اسكندريه في طبعا احساس قوي جدا بالانتماء للبلد. مش عارف اسكندريه ليها صدى كبير جدا فيا بلدي. وبعدين اسكندريه بتاعه زمان مختلفه عن دلوقتي مختلفه كتير لكن برضو ما زالت بلدي يعني مدينتي بحبها قوي. كانوا بيكلموا كتير عن الرباعيه بتاعت داريل لورنس داريل لغايه ما قريتها السنه اللي فاتت بس اول مره. حبيتها جدا 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 يعني بيذكر. لكن هو طبعا
ما يعرفش غير السيسيل والسان ستيفانو وشوية الأماكن ديت وبيت كافافي وشوية ما بيذكرهاش غير ما فيش غير كده يعني ما بيطلعش غير. لكن برضو الكلام بتاعه عن اسكندرية حقيقي مش خيال يعني. كان ساكن في كان مأجر دور مع زمايله وأظن أسرتين تانيين في عمارة تتكون من ثلاث طوابق طراز قديم جميل جدا في شارع الخليفة المأمون في محرم بيه. جزء من الحاجات اللي مخلية العمارة دي مختلفة جدا انه لها زي برج صغير فوقيها كان هو بيستخدمه كنوع من الورشة ورشة العمل بتاعته ومكان للكتابة. صغيرة قوي في اسكندرية اللي هي تقريبا سنتين في حدود سنتين في أثناء الحرب العالمية الثانية. وطبعا هو في وجوده في أثناء الحرب شاف مدينة مختلفة عن المدينة في وضعها الطبيعي. يعني مثلا الأتولي كان مقفول أجزاء حاجات كتير قوي من المدينة ما كانتش موجودة. مثلا عندك فندق سان ستيفانو ما كانش شغال كفندق وكازينو لأنه فيكتوريا كوليدج كانت نقلت له. فشاف المدينة في وضع طوارئ. طبعا هو في الرباعية متكلم على فترة الحرب بس راجع لقبلها كمان شوية. لكن معرفته بالمدينة ما كانتش عميقة قوي. هو مستخدمها أكتر كزي معمل تجارب لأفكار معينة. معمل تجارب عن فكرة النسبية لما بتاخدها وتوظفها في الأدب. حيث ان هو ماسك مثلا عدد معين من الاحداث وبيشوف ازاي بيرويهم بشكل مختلف كل راوي نظرته قد ايه بتختلف لنفس عدد الاحداث دي. طبعا بيتكلم على الكوزموبوليتانيه اللي هي بالنسبه له تنوع الاجناس هنا في اسكندريه وتنوع الديانات اللي هو كان يعرفها من اماكن تانية كان يعرفها نوعا ما على بس اقل من اليونان ومن اماكن تانية عاش فيها. ولكن طبعا بتلاحظ والكلام ده اتقال قبل كده كتير بتلاحظ ان هو الوجود المصري في الروايه قليل جدا وتمثيله مش تمثيل بتاع عين موضوعيه او عين محبه في اي حال من الاحوال. وبتلاحظ ان هو الروايه اظن الجزء الاخراني منها او جزء كبير من الشغل حصل في الخمسينات في اغلبها حصلت في الخمسينات واخر جزء كان بعد 56 يعني كل ده بعد ما ساب اسكندريه بسنين طويله. ايه اللي يخليه يرجع لها ويفتكرها غير اللي هي فتره نهايه الاستعمار فاهم ازاي؟ فهو في حاجه تجاريه بالتاكيد في انه رجع لها وفي نوع من الأسى على نهاية على فقدان مستعمرة. دور الخراط مثلا دور الخراط لما قريت له الرواية بتاعته اسكندرية تانية بقى اسكندرية شعبية شوية شعبية وترميات اللي تحاول تشق طريقها والناس الحافيين ومش عارف ايه دي بقى دول الخراط منظر تاني. فكل ده بيكمل ده يعني ده مش ضد ده لا مش ضد ده مش ممكن اقول ان اوقات بيقولوا بيتهموا جرل على انه عمل حاجه من خياله. لا ده ما كانش من خياله ده حقيقه والتاني حقيقه. اصل كان في اتنين اسكندريه متوازيان لبعض فمش ممكن انه ده نقول ده مش حقيقيه ودي حقيقيه الاثنين كانوا حقيقيين. بس البلد انا كنت بشوفه دايما الفاترينه الحضاريه بتاعه البلد او الفاترينه الثقافيه بتاعه البلد. زمان كانت إليت مثلا قهوه إليت ملتقى هام جدا للفنانين والكتاب والشعراء. ايضا كانت القهوه اللي جنب الرمل اللي كانت مقر الأتوبيس الصحراوي زمان دي كانت ملتقى هام جدا للمثقفين والمفكرين في اسكندرية. وطبعا جنبيهم باعة اليناصيب وال يعني فعلا وسط البلد بيعكس بالنسبة لي منطقة الاتصال بالعصر أكتر مش الاتصال بالروح السكندري الحميم. كانت عربية واحدة مش في عربيات الورشة بتاع الأيام دي
اللي بيمشوها كده بالمنافيل وما اعرفش ايه الفرامل وبتاع، هي دي كانت الترمويه. كنت انا المغزي يعني انا عاوز اتفسح، ركبني الترمويه يعني اخدها من قدام الحضره الترمويه تنزلني قدام البيت قدام نوفل بتاع الدقيق ده في كرموز عند الترعه قبل كوبري كرموز بكام؟ 15 صاغ التاكسي، والله ب 15 صاغ نص فرنك البنديره ويعد لحد ما يروح كرموز 12 صاغ، كنت اديله 15 صاغ. هي تقول لي لا مش عاوز اركب تاكسي، انا عاوز اتفسح، عاوز اخد الترمويه. اقول لها يا ستي عشان ما كانش في بهدله يعني، يمكن واحنا في الترمويه يمكن ما فيش 10 طفار في الترمويه، عيله واحده تحس يعني كانك في بيتك بالظبط. كانت تقول لي انا عاوز اركب الترمويه عشان اشوف الدنيا. اقول لها ماشي على راحتك. كنت انا اطلع من عند نسيبه ابو لوزه ابو مراتي، كنت امشي من عندهم حوالي 12 ونص اخر ترماي تطلع تروح النوزه. يقول له النبي محمد يعني زي ما تقول هو كان قلبه عليا 15 صاغ. يقول لي يا ابني خد الترماي النفر بتعريف خد. انا كنت عارف ميعادها بقى 12 وثلث تطلع من ورشه الترماي. ساعات اشاور له والله كان يقف، كنت انا وهي والراجل زي ما تقول الترامب معايا بالمعاد. هي كانت اخر ترمويه تطلع من كرموز رايح الحضره النزهه. كرموز النزهه لحد النهارده برضه كرموز النزهه، بس النهارده ترمويات تعدلت كثير. نبع الحكايات اعتقد انه ضروري بالنسبه لحد بيمارس عمليه ابداعيه، لانه هو المختبر الحسي بتاعه. وانا شايف ان التجربه الحسيه هي الباب الشرعي للعمل الابداعي، بيجي الوعي بيرشدها انما ما بيحلش محلها. يعني بنتعلم وبنظبط وبنكتسب خبرات وتقنيات، لكن بيفضل انك قاعد بتعمل نوع من الازاحه عن هذا البكر اللي عندك علشان ايه تبدا تكتشفه وتقدمه وطول الوقت بتطرده وبيطردك وبتراوغه احيانا وبتشوف انه في اماكن انه عليك ازاحته شويه علشان تحلل كويس وترجع تغرق في حضنه تاني. يعني فهي رحله جدليه بينك وبين هذا المخزون الحسي اللي عندك الطفولي اللي لازم الحفاظ عليه. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب. يتمهل شوية ويتودع شوية وتعاني المية شط اسكندرية شط اسكندرية يا دنيا هنيه
بعيني يا شق اسكندريه.